لم يتبقى في هذا الحاجز المائي سوى كميات قليلة من الماء الممزوج بالطمية، وضعية تنظر بجفاف قريب لسد زمور، ما يعود سلبا على النشاط الفلاحي ببلدة معافى ولاية باتنا. هذه اليوم يضرب واحد 10 ايام ولا 15 كاين فرغ خلاص يسقيو به الفلاحه، فرغ كاين معمر وما كانش المطر وما كان والو، واحد الاف نتاع الاشجار وكلهم منا حتى الموليه اللي هي تحت كل تقريبا يشربوا منا نصوها، تشوف درك ما كانش الاف من الشجار وكل راح تبس. الفلاحون متخوفون، آلاف الأشجار المثمرة التي تعد مصدر رزق عدد كبير من العائلات مهددة هي أيضاً بالجفاف. ها خوتي راكم تشوفوا درك ها في الدعم على المباشر، هاكم تشوفوا في الشجر كيف أسرح يوم يلطفش ربي وتعاونونا بالرخصة هذه، هاكم تشوفوا كيف راح يسرى الجنانة اللي راه منهي كل هذا، راهو آخر واحد وماذا بكم عاونونا على ما تقدروا. هنا في معافى عندنا شويه قطره تاع الماء في البراج نستعملوها للجنانات هذ وكل، هاك تشوف الجنانات تاعنا هم يبسوا، دوكا يزيدوا لنا شويه الجنانات اللي مازالوا كل تيبس، حنا بغيناهم يعاونونا غير بالرخصه، حنا نوقفوا الشيء هذا، حنا ندبروا ريصالنا، حوسوا الدراهم نديروهم حنايا، يعطيونا غير الرخصه باه نزربوا نقضوا الشيء اللي مازال. والبلديه رايها واقتراحها انها ان السلطات الدعم المواطن ببئر ارتوازي في وقت قريب جدا وعلى العاجل، يعني حتى ننقذ الموسم الفلاحي هذا وننقذ أيضا المواسم الفلاحية القادمة. حفر آبار ارتوازية الحل الذي يراه الفلاحون مناسبا لإنقاذ نشاطهم الفلاحي والحفاظ على مصدر رزقهم.